في مثل هذه الأيام يستذكر عامة المسلمين مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المولد الذي جاء بفجر وعصر جديد اختلفت فيه الموازين وتغيرت فيه الأحكام، وانقلب الناس فيه من الظلام إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الكفر إلى الإسلام. والناس في مثل هذه الأيام يحاولون أن يتنوروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يستفيدوا مما استطاعوا الاستفادة منه من سيرته صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نخوض في شيء من ذلك مما يمكن أن يستفيده الإنسان من مثل هذا اليوم، أحب أن أضع مقدمة بسيطة يسأل عنها الناس دائما في مثل هذا الوقت، وهو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام مصحوبا بالطاعة يجتنب فيه الإنسان المعصية وما خالف أوامر الشارع فهو أمر مشروع محبب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يمكن أن تنزل في مثل هذا اليوم. ذلك أن البدعة أو السنة تنقسم إلى قسمين: البدعة الحسنة والبدعة السيئة. الحديث الوارد في هذا الباب في البدعة إنما هو في البدعة السيئة وليس في السنة الحسنة التي تهدف مقاصد الشارع. ونحن إذا تأملنا في تاريخ الأمة الإسلامية نجد أن الصحابة رضي الله عنهم سنوا أمورا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعلها ولم يأمر بها، وهي كثيرة جدا. فمنها جمع القرآن الكريم الذي ابتدأ فيه في عهد أبي بكر الصديق بعد معركة اليمامة، حين أصر عمر على أبي بكر الصديق حتى شرح الله صدره، ولا يدعي مدع أن في القضية إجماعا. ومنها أن عمر رضي الله عنه جمع الناس خلف إمام واحد في صلاة التراويح، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل ثم ترك. ومنها الأذان الذي سنه عثمان، سيد عثمان بن عفان، فقد كان الأذان واحدا لصلاة الجمعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فعل ذلك في المشهور عثمان لغاية ومقصد، فجعل أذانا أولا ثم الأذان الذي كان يؤذن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها تنقيط القرآن، فالقرآن في عهد النبي وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان لم يكن منقوطا، كان يقرأ دون نقط، وهذا نشأ فيما بعد وعملت به الأمة الإسلامية. ومنها المحراب، فلم يكن معهودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما وضع في مسجد النبي بعد 9 سنين، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وهي من السنن الحسنة التي لم يأمر بها النبي ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المولد، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه إنما بعث في 40 ولم يفعل ذلك بعد ذلك، لم يفعل أبو بكر، لم يفعل عمر لأسباب، ولكن فعل غيرهم لا يعني أن ذلك غير جائز، وإلا لما جازت هذه الأمور التي ذكرت بعضا منها مما لم يأمر بها النبي ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد قديم، في أي سنة؟ من يعرف متى بدأ المسلمون
مما ذكر تاريخا الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الوعاظ يظنون في فترة الخلافة العثمانية، هذا خطأ، في السنة 7 الهجرية مما ذكر في زمن الملك المظفر في العصر 7 الهجري. من ذلك الوقت والمسلمون يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان قبل ذلك، ولكن كونه ملكا أشاع ذلك وجمع العلماء وجمع الناس عليه، هذه مسألة أخرى. لذلك يذكرون القرن 7 كما في البداية والنهاية لابن كثير. ومنذ ذلك العصر، واستظهر كثير من المحققين أدلة من السنة على مشروعية هذا، منهم الحافظ بن حجر، ومنهم الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر الذي تبعه على ذلك، ومنهم السيوطي. فابن حجر استظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة فوجدهم يحتفلون في عاشوراء، فسألهم، وجد اليهود يحتفلون، قالوا ما هذا اليوم؟ قال هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وأغرق فرعون. فقال النبي نحن أولى بموسى منكم. علق على ذلك بعض المحققين كابن حجر، إن كان يشرع شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال لنجاة موسى، فإنه لا شك يشرع لنا أن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الله نجى موسى من فرعون لبني إسرائيل، فمحمد أعلى وأشرف وأعظم. وتبعه على ذلك السخاوي وهو تلميذ ابن حجر. وبعضهم استظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره، عندما سئل لما تصوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي. وفعل ذلك السيوطي، قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب اهتمامه بذلك اليوم أنه يوم ولد فيه، فلا شك أنه يشرع لنا أيضا أن نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يعد أمرا مشروعا يخدم عموم المصالح الشرعية أو المقاصد الشرعية، لأن الإنسان في مثل هذا الوقت يستطيع أن يراجع فيه نفسه وينظر في حاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم.